هنروح دلوقتي الفقرة ثابتة معانا في حصاد الأسبوع بعنوان تصريحات المسؤولين. خلونا نبدأ. مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اللي قال إطعام الجائع وكسوة العاري أعلى ثوابا من تكرار الحج والعمرة. كلام جميل، كلام معقول. لكن السؤال، المسؤول اللي بيحج أكثر من مرة ينطبق عليه الكلام ده ولا لأ؟ من كلام الوزير المسؤول لكلام في تصريح تاني عمرو حمروش عضو لجنة الشؤون الدينية بالأوقاف في مجلس النواب، اللي قال إن أصحاب الأموال عليهم التبرع لأعمال الخير بدلا من تكرار الحج، وقال إن في مقولة كده مشهورة بتقول الأفواه الجائعة أولى بالصدقات من بيت الله الحرام. أنا بقى مش فاهم التصريحات دي ليه دلوقتي، لأنه ببساطة لمعالي الوزير وسيادة العضو البرلماني الموقر، ببساطة كده انتوا عملتوا ايه للجعانين بدل ما تقولوا الكلام ده؟ التصريح اللي معانا بعد كده هو صحيح يعني تصريح في موقف. اصبح سايمون كوليس سفير بريطانيا لدى السعودية الاسم الاكثر اهمية وحضور على الصحف ووسائل الاعلام العالمية، من بين 19,000 بريطاني راحوا لمكة لأداء فريضة الحج هذا العام. أثار تحوله إلى إسلام وقيامه بالحج اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وبلغ الأمر مداه حينما قامت الخارجية البريطانية بالتفاعل مع هذا الحدث. الله يهدي من يشاء. لسه بقى برضو مع أخبار السفرة في إطار التصريحات من سفير بريطانيا، المرة دي مع سفير بريطانيا في مصر جون كاسين، السفير البريطاني في القاهرة اللي احتفل بعيد الأضحى من مسجد مصطفى محمود في المهندسين وسط عدد من المصلين والأطفال، وشكر كاسن زميله الدبلوماسي البريطاني نور الحق على إعطائه الفرصة مشاهدة صلاة العيد لأول مرة في حياته. الله يرحم الإمام محمد عبده لما قال رحت الغرب لقيت إسلام بلا مسلمين، وجيت في الشرق لقيت مسلمين بلا إسلام. التصريح اللي معانا بعد كده في إطار الموقف برضو على محافظة القاهرة، كلنا تابعنا جولات محافظة القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد خلال أيام العيد. بصراحة الراجل ما عادش في بيته طول أيام الأجازة العيد، يعني لف على الجناين ودور الأيتام والمستشفيات وغيره. قبل العيد على طول بقى جهاز الكسب غير المشروع، يعني بصورة قاطعة نفى صحة ما تناولته بعض الوسائل الإخبارية الإلكترونية ووسائل الإعلام في شأن البلاغات المقدمة ضد المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة بالحصول على مبالغ مالية بالمخالفة للقانون. وقال الجهاز إن المهندس عاطف لم يسدد أي مبالغ مالية لأي جهة، والبلاغات اللي ضده اتحفظت من 2013. طب يا ترى الجولات بتاعة المحافظ اللي عملها خلال الايام اللي فاتت دي بترد على الكلام ده ولا ايه؟ والله الايام اللي جايه هتورينا.